شيء مهم اللي السين هذا ممنوع نتحدث فيه. هو أما إحنا ضحى العريبي مشيت لجربة لوتيل للنزل في جربة هي وصحبياتها صديقاتها ومعها رحمة العريبي. في وسط النزل فما مسبح عام للناس الكل العموم، لكنه ممنوع على المتحجبات. ضحى العريبي تحديت القانون هذا اللي عاملينه، وقالت انها باش تعمل صعوبة في المسبح بالرغم من انهم يمنعوا كون المتحجبات. ما فماش حاجة ممنوعة عندنا. وكما تراو انه ضحى العريبي نزلت وسبحت في المسبح نتاع النزل دي في جربة وتحديت الناس الكل، وهذا يثبت انه شخصيتها قوية ومش بالسهل وصلت انها تكون مشهورة ومؤثرة في التيك توك وفي صفحات المواقع الاجتماعية العربية. خليوا رايكم في التعليقات على موضوع ضحى العريبي في المسبح، والرجاء انكم تشتركوا في القناة، وشكرا.